حمد سأل عن قراءة سورة الزلزلة في الفجر، هل ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهل تطبيقها سنة؟ نعم، هي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنها في السفر، ويعني النبي ما ذكر أنه قرأها إلا مرة واحدة، مو مثل قراءة قاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها على المنبر وحفظها الناس من قراءته، ولا مثل قراءة السجدة وهل أتى على الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأهما دائما يعني كثيرا، إنما هذه ورد أنه صلى بها في ركعتين الأولى وفي الركعة الثانية. والآن يعني بعض المساجد يقولون أن إمامنا يصلي بنا في الأسبوع مرتين بالزلزلة، يقرأ مثلا يوم السبت ويوم الثلاثاء، يطبقها مرتين. الرسول ترى ما ذكر له طبقها إلا مرة واحدة، ولذلك إذا كان الإنسان يطبقها مثلا في السنة مرة 5 أشهر ممكن، أما هذا اللي في الأسبوع يطبقها مرتين فهذا لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. نعم.